أعزائي الطلاب، مرحبا بكم. بنستكمل إن شاء الله مع بعض درس التنوع في الكائنات الحية. المملكة رقم 2 عندنا هي مملكة الطلائعيات أو كينجدام بروتيستا، ودي بتضم كائنات وحيدة الخلية أو متعددة الخلايا، لكن كلها كائنات حقيقية النواة، يعني في غشاء نووي بيحيط بالمادة الوراثية الموجودة في السيتوبلازم. مملكة الطلائعيات بتقسم إلى مجموعتين، هي مجموعة الأوليات أو البروتوزوا ومجموعة الطحالب أو الألجي. البروتوزوا أو الأوليات دي بتضم كائنات ذات صفات حيوانية، أما الطحالب بتضم كائنات ذات صفات نباتية. هناخد شعبتين كمثال على الأوليات، شعبة جذريات القدم أو اللحميات، ومثال فيها اللي هو الأميبا، والشعبة الثانية شعبة الهدبيات هناخد مثال فيها اللي هو كائن الباراميسيوم. أما الطحالب هناخد 4 شعب كمثال على مجموعة الطحالب. الشعبة الأولى هي شعبة الطحالب الخضراء، وده مثال فيها طحلب سبايروجيرا. الشعبة رقم 2 هي شعبة الطحالب اليوجلينية، وهناخد مثال فيها طحلب يوجلينا. الشعبة رقم 3 الطحالب العصوية، وده هنستعرض فيها شكل الدياتومات أو الدياتومز. والشعبة رقم 4 الطحالب البنية، وهناخد مثال فيها طحلب سارجاسم. طيب نشوف كده الأميبا اللي هو المثال الأول عندنا. طبعا الأميبا ده كائن وحيد الخلية زي ما احنا شايفين هنا في الشكل ده كده، كائن وحيد الخلية حقيق النواة، في نواة حقيقية هنا اهي. بيتميز ان السيتوبلازم بتاعه بينقسم الى اكتوبلازم واندوبلازم، وبيتميز ايضا بوجود فجوة منقبضة والعديد من الفجوات الغذائية في السيتوبلازم. طبعا الأميبا بتتحرك بالأقدام الكاذبة اللي هي بتتكون في أماكن معينة على حسب حاجة الخلية للحركة في اتجاه معين، وبالتالي شكل الخلية غير منتظم، لأن الأقدام الكاذبة دي ممكن تتكون في أي مكان في الخلية وبتختفي من مكان آخر وهكذا. أعزائي الطلاب، النموذج اللي معنا إن شاء الله ده بيمثل كائن الأميبا، وزي ما احنا قلنا في الشرح قبل كده ده كائن وحيد الخلية حقيقي النواة. زي احنا شايفين هنا السيتوبلازم فيه نواة حقيقية، طبعا قلنا قبل كده نواة حقيقية يعني المادة الوراثية محاطة بغشاء نووي. السيتوبلازم بتاع الأميبا بيتميز إلى إندوبلازم وإكتوبلازم. طبعا الأميبا غير منتظمة الشكل لأن بيتكون أقدام كاذبة على الخلية، وطبعا هي بتستخدم الأقدام الكاذبة دي في الحركة والإمساك بالمادة الغذائية بتاعتها. بنجد أن السيتوبلازم فيه فجوة منقبضة والعديد من الفجوات الغذائية. المثال الثاني عندنا اللي هو كائن الباراميسيوم، وده كائن وحيد الخلية أيضا حقيقي النواة، بيعيش في المية العذبة. الخلية لها طرف أمامي عريض وطرف خلفي مدبب، بتحتوي في السيتوبلازم بتاعها على نواتين، نواة كبيرة كلوية الشكل ونواة صغيرة كروية الشكل. أيضا بتوجد فجوتين منقبضتين، واحدة خلفية وواحدة أمامية. وطبعا السيتوبلازم بيحتوي على العديد من الفجوات الغذائية اللي بتسبح في السيتوبلازم. طبعا هنا ده شكل خلايا الباراميسيوم تحت المجهر، وده مجسم بيورينا تركيب خلية الباراميسيوم. أعزائي الطلاب، بنشوف هنا معانا موديل لكائن الباراميسيوم، وده كائن وحيد الخلية حقيق النواة. زي ما احنا شايفين الخلية لها طرف أمامي عريض وطرف خلفي مدبب. هنا الميزاب الفمي اللي بيدخل من خلاله المية بما تحمله من مواد غذائية. لو جينا نشوف التركيب الداخلي للخلية، طبعا في عندنا هنا نواتين، نواة كبيرة كلوية الشكل وفي نواة صغيرة كروية الشكل. بتجد ان في فجوتين منقبضتين، واحدة امامية وواحدة خلفية، والعديد من الفجوات الغذائية في السيتوبلازم. طبعا هنا في نهاية الميزاب الفمي عند فتحة الفم بتجد فجوة غذائية بتتكون هنا عشان تأخذ المادة الغذائية الداخلة مع المية. طبعا جسم الخلية كله من الخارج مغطى بالاهداب اللي بتساعده في عملية الحركة.